بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، كثير من الناس تشغله الأحلام. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة مهمة يجب أن نحفظها، لأن معظم الأحلام التي نراها هي من الشيطان، هي أضغاث أحلام، هي من تلاعب الشيطان بك، ليس لها هدف وليس لها تفسير. ولذلك نجد أن بعض من مفسري الأحلام يفسر لك أي شيء، وهذا خطأ. يجب أن تميز بين الرؤية الصادقة التي هي جزء من علامات النبوة، والتي هي سوف تتحقق، مثل رؤية سيدنا يوسف، رؤية سيدنا إبراهيم، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا رؤية الأنبياء حق. أما ما يتلاعب الشيطان بك يجب أن تنساه على الفور، ولا تفكر به ولا تحدث به، لكي لا تشغل دماغك بتشاؤم أو بأشياء يعني قد تصيبك بالاكتئاب بالنتيجة. دعوني في البداية أتأمل معكم حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وماذا أمرنا، ثم نتدبر هذا الكلام النبوي العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. طبعا هذا حديث صحيح مختصر، خير الكلام ما قل ودل، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. يخبرنا أن جزء كبير من المنامات والأحلام التي نراها هي من تلعب الشيطان بك، لأنه ثبت حسب مبادئ علم النفس أن الإنسان إذا كان يفكر بقضية معينة طوال النهار ثم شغلت دماغه قبل النوم، فإن الدماغ يبقى في حالة عمل أثناء النوم. كما تعلمون الدماغ لا يتوقف على مدى 24 ساعة. أثناء النوم الدماغ ينظف نفسه من المعلومات الضارة، يبعدها، يرتب المعلومات المهمة، يقوم بتخزين المعلومات الجديدة. له عمل كبير جدا أثناء النوم الدماغ. فهذه الأفكار التي تتوارد على ذهنك تبقى تشغل دماغك أثناء النوم، وهنا يدخل الشيطان. الشيطان أخي الحبيب ليس له سلطان على المؤمن، سلطانه على من يعتقد به. المؤمن دائما لسانه يذكر الله، دائما في حالة خوف من الله، في حالة عبادة، في حالة حذر من الشيطان. إذن الشيطان لا يستطيع أن يتسلل ويوسوس لك، إنما يوسوس لإنسان غافل جاهل، بعيد عن القرآن، بعيد عن أساليب الشيطان، بعيد عن تزيين الشيطان لك، وبالتالي يستطيع أن يدخل هذا الشيطان، وله قدرة على الغواية. كيف يغوي الإنسان الشيطان؟ يغويك أنه يستطيع أن يدخل إلى موجات الدماغ لديك وإلى العمليات التي تتم في الدماغ ويتحكم بها، يأمرك بالشر. والشيطان يعبث بأحلامك أثناء الليل، ولكن الشيطان لا يستطيع أن يعبث بأحلام إنسان مؤمن، إنسان يذكر إلا قليلا طبعا، إلا في مجال محدود، إنسان يذكر الله كثيرا، يحذر الآخرة، يقوم الليل، حياته كلها عبارة عن أعمال بر، حب الخير للناس، يسارعون في الخيرات مثل الأنبياء. الشيطان يتسلل ولكن لا يجد ما يلعب به. يجد في دماغك الخير، يجد حب الخير، لا يجد الطمع، لا يجد الكره، لا يجد حب الانتقام،
لا يجد في دماغك مثلا حب المال، حب الدنيا، ما هذه الأشياء هي التي تجعل الشيطان قادرا على أن يتحكم بأحلامك أو يعبث بهذه الأحلام. بالنتيجة ينبغي على كل واحد مؤمن أن يدرك أن هناك فرق كبير بين الرؤية الصالحة وبين الأحلام التي هي من الشيطان. أول أهم شيء، الرؤية لها هدف واضح بالنسبة لصاحبها أولا قبل أن يكون واضحا بالنسبة للآخرين. ثاني شيء، يجب أن تكون الرؤية واضحة تتذكرها وكأنك تراها، يعني الرؤية التي رآها الملك في قصة سيدنا يوسف كانت واضحة بالنسبة له ومتكررة، ووصفها للناس بدقة كاملة، وواضح أن من ورائها هدف، ليست أضغاث أحلام، ليست إنسان في المنام أو في الحلم يلحق بك فتهرب منه ثم تدخل في كذا ثم تجد نفسك في مكان آخر في حديقة ثم تجد نفسك مع إنسان مات منذ زمن ثم بعد، تجد هذا تلاعب الشيطان. فيجب ألا تحدث بها نفسك ولا تحدث الآخرين، انساها مباشرة، فكر بشيء آخر، ومع الزمن ستجد نفسك أنك ستنسى هذا التلاعب أوتوماتيكيا. بينما نجد بعض الناس كل يوم يرى شيء ويتصل بمفسر الأحلام، رأيت كذا كذا، وبعض مفسري الأحلام طبعا أخذوا هذا الأمر كمهنة، يقول لك كذا وكذا وكذا، فتشغل دماغك بأشياء يعني لا قيمة لها. فالنبي أراد أن نشغل دماغنا بذكر الله، بالعمل الصالح، بالدعوة إلى الله، لأن الشيطان يهدف من خلال التلاعب بأحلامك أن يبعدك عن ذكر الله، أن يبعدك عن الآخرة، يبعدك عن فعل الخير، يبعدك عن الإصلاح بين الناس، يبعدك عن الدعوة إلى الله. لذلك أخي الحبيب، إياك أن يتلاعب الشيطان بك. هو يتلاعب بأحلامك أحيانا، ولكن يعني دعنا نقول إن هذه الأحلام لا تضرك، والشيطان يحاول أن يوهمك ويخوفك ويقنعك أن هذه الأحلام تضر. طبعا النبي أكد أن كل ما يوسوس به الشيطان لك في الليل لا يضرك، أكد أيضا أنك يجب ألا تحدث أحدا، وأكد أنك ينبغي أن تستعيذ بالله من شر الشيطان، وتستيقن أن هذه الأحلام لا تضرك لأنها من تلاعب الشيطان بك. بالمقابل، إذا أردت أن تتخلص من تلاعب الشيطان بأحلامك، الإجراءات بسيطة: عليك بذكر الله قبل النوم، لا تنام إلا وأنت متوضئ على جنبك الأيمن، اقرأ القرآن قبل النوم، فكر بالآخرة قبل النوم، فكر برؤية النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم، فكر بزيارة البيت العتيق قبل نومك، فكر أن تصلح بين اثنين في اليوم التالي، فكر أنك ستسامح فلان، ستعطي فلان، ماذا سأعطي هذا الفقير؟ وبالتالي هنا الشيطان لا يجد ما يتلاعب به. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المخلصين جميعا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.